أسست جمعية أبناء قبيلة الميمي من أجل التضامن والتنمية في تاريخ 20 من يوليو لعام 2017، وأن الجمعية العمومية العادية الأولى نظمت بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي وعدد من أعيان ووجهاء الميمي. هذه المناسبة استهلت بعدة كلمات، أولاها كلمة رئيس التجمع النساء لأبناء الميمي سعدية آدم يعقوب، التي رحبت بالحضور وأشادت بأهداف الجمعية والإنجازات التي حققتها منذ تأسيسها في مجال التنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي وتطوير التراث الثقافي للقبيلة. رئيس جمعية أبناء الميمي من أجل التضامن والتنمية هو الآخر ثمن جهود المنظمين لهذا الاجتماع الذي يعمل من أجل الوحدة والتكاتف لتنفيذ الخطط المستقبلية. لقد بذل أعضاء الجمعية داخل وخارج الوطن جهود جبارة وتضحيات كبيرة طيلة الفترة السابقة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بجميع ديار الميمي في ولايات البلاد المختلفة، وكذلك الدعم المعنوي المتمثل في الإدارة السليمة التي أزالت كل المعوقات التي من شأنها إعاقة أي عمل تسعى الجمعية لتحقيقه. وللتنويه، فإن أعمال الجمعية العمومية لأبناء قبيلة الميمي من أجل التضامن والتنمية تخللتها رقصات شعبية وفقرات شعرية تتمحور حول الموروث التراثي لأبناء قبيلة الميمي.